الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين راسيات للإنتاج الإعلامي تقدم بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موضوع محاضرتنا اليوم إن شاء الله كيف يسحرونك ولكن الجمعة القابلة إن شاء الله أهم المحاضرات دي وهي كيف بنعلم الغيب كيف كنا بنعلم الغيب دي مهمة جدا عشان الناس تيجي تتابعها الأسبوع الجاي إن شاء الله أما اليوم كيف يسحرونك أو كيف كنا بنسحر الإنسان زمانهم كنا شغالين الشغل ده بنسحرك كيف بيجينا عدو أيا كان هو والعدو أحيانا من بعيد منك وأحيانا من داخل البيت العدو وأكثر الأعداء من داخل البيت ويجينا عدوك أيا كان هو من داخل البيت أو من خارج البيت بنطلب منه أشياء معينة أيوة ما لك داير منه شنو والله أنا يا أخي جيتك للغرض الفلاني المصيبة الجامية من أجلها فأول شيء بنسأله أو بنطلب منه بنقول له الزول ده اسمه منه بنطلب اسمك الزول ده اسمه فلان الفلاني لا ما دارين فلان الفلاني اسم أمه منه اسم الأم دي علامة من علامات الساحر أي زول مشير له سألك من اسمك واسم أمك ده ساحر اسم أمه منه وليه الاسم بتاع الأم كلنا معروفين فلان ابن فلان في البطاقات وفي الجنسيات وفي غيرها إلا مع الشيخ اسمك واسم أمك ليه اسم الأم لأن السحر إذا ذكروا لي اسمك واسمك ده ما هو حقيقي لأنه اسمك الأصلي مع اسم الزول المنتمي له إذا كان ما بيقو حقيقي الزول ده أنت ما أبوك حقا السحر ما بكون فيك مكرب ليه؟ لأنه في شيء أنا بنعمله يجب أن يكون الكلام كله صحيح أول ما سألت من اسمك بنسأل من اسم أمك لأنه دائما الحتة اللي فيها الرخو دي ما بندورها دارين الحتة المتينة وجانب الأم بالنسبة لك أقوى من جانب الأب بالنسبة لنا نحن لكن لو أبوك ده هو حقيقي وذكره اسمه وهو حقيقي السحر بيكون فيك مكرب تماما تمام زي ما نحن دارينه لكن الحتة دي عشان عنهم متخوفين نفشل ومتخوفين أنه فكي فلان ولا الشيخ فلان ولا القط فلان ولا أبونا فلان دعوته ما مستيع والله يسوي ليش الفلان ما بيقى لي صح ولا بتاع والله سيبك يا أخي عشان الحتة دي أنا نضع لها حساب لازم نسألك من اسم أمك ليه؟ لأنه هأجمع حروفك عندك كم حرف في اسمك طبعا عارفها أنت يوم تقول لي اسمي فلان بنعرف حروفك كذا أيوة طيب اسم الأم
لأنه جانب الأب حش. ليه؟ لأنه دائما جانب ابن الحرام بيجي من جانب الأب ما من جانب الأم. أمك الولدتك لا شك فيها على الإطلاق، لكن أبوك الله عالم. أمك معصي بعض، يمكن الله قطتك من أي فحل ماشي في الشارع، وما أكثر الفحول الآن في الشوارع ماشين. فعشان الحتة دي نحن نعمل حسابنا عشان ننجح في شغلنا ده. الحتة اللي فيها الرخو دي لا، دارين حتة المتينة. الحتة أكيد شنو؟ الأم. بنجمع حروفك وحروف أمك، بنجمعهم كلهم، بنشوف الحروف المتكررة في الاسمين، الألف الباء التاء، الحروف الأبجدية كلها، هل في حرف من الحروف دي متكررة فيك أنت وأمك؟ أيوة نعم. لا ما في. لو ما في أنت جيتني بيات يوم، اليوم الجمعة، بنشوف كلمة الجمعة من كم حرف، هل الجمعة دي في حرف منها متكرر فيك أنت وأمك؟ لا. منجيب الشهر ما بطلع من ده إلا بلقى حرف متكرر فيك أنت واسم أمك طوالي، اسمك، اسم اليوم، اسم الشهر، لا بد من ألقى واحد من الكلام. بل بنرجع للساعة ذاتها، جتني الظهر، الظهر، العصر، العصر، المغرب، المغرب، أيوة، العشاء، العشاء، بنلقى حرف واحد هنا موجود فيك أنت وفي أمك. بنشوف الحروف دي، الحرف الموجود ده أنت شنو؟ عندنا الحروف مقسمينها إلى أربعة: حروف مائية، وحروف هوائية، وحروف نارية، وحروف ترابية، مش الترابي، ترابية، حروف ترابية. بيشوف الحروف، الحرف اللي تكرر فيك أنت وفي اسم أمك، أو فيك أنت وفي اليوم أو الشهر أو الساعة، يعطوا حرف من الحروف دي. بقى بعد ما أنا عرفت الحرفك ده أنت شنو، مثلا أنت ناري، لقيت اسمك فلان الفلانية ناري، أو فلان الفلانية دي ما في لها طريقة، اليوم إلى آخر. خلاصة المسألة بنقسمها بنشوف هي شنو. بقيت ناري، بعد بطلب طلباتي، وقبل ما أطلب طلباتي في شفرة بنعملها، وحكيتها قبل كده، بقدم للراجل اللي كان معاي أو الجن زعيم الجنون اللي كانوا شغالين معاي اللي هو سهسهوبي، بناديه. بعد ما ناديه بناديهم ولا شنو بناديه. فبعد ما ناديته جاء بشوف الزول ده، بقول له يا أخي الزول ده، والكلام ده أنت ما جايب له خبر ولا بشوفه، الزول ده داير كذا وكذا وكذا وكذا، دار أسحر له زول كذا وكذا وكذا، أو مسحر دار أطب له زول كذا وكذا، أو دار أعمل له شيء الفلاني. أعمل شنو؟ سهسهوبي بيستدعي واحد آخر عشان يقوم بالمهمة دي، يقول له طلباتك، طلباتك أيوة. طيب يا أخي أنا دارين تيس، رقبته كذا وصلبه كذا وشكله كذا، أيوة، وما يقل من العمر الكذا، أو دارين لنا ديك أحمر أو أخضر أو كذا أو كذا، دارين لنا ديك خصي، دارين لنا بتاع، أيوة. بنقول لك يا أخي احنا دارين دم، دم، دم يعني شنو؟ يعني كرامة، بل بتفهموا أنت كرامة، دارين لنا دم، لأن المسألة دي ما تتحقق إلا نضبح دم. أنت هتوافق بتظبطوا لي؟ بظبطوا لك، بس تجيب لي ضبيحة، تمشي تفتش التيس اللون الفلاني، الديك الفلاني، الخروف الفلاني، تجيبه لنا. بعد ده دارين فكة، دارين البياض، وإذا كان حقق الأمر ده حقنا كده، ومن حقنا ده تدفع لنا جزء منه. دي كلها طلبات بنقولها لك. بعد ده انت هتمشي تجيب لنا اشياء معينه، ده اذا كان انت ناري. في النهايه انت ناري، انا بنعمل اشياء فيها طلاسم بعد التقربات دي وبعد الشغلانيه دي، وتحرك في طواسي او اواني النحاس، يجيبوا اناء من نحاس يضعوه في النار، بنعمل وريقات فيها الطلاسم اللي كان شوفتكم لها هنا دي، وبنكتب اسمك واسم امك، انت المضرور المطلوب ضرك ده، اسمك واسم امك. وبعد ده بالليل انا بقوم بالمهمه دي،
بقوم بشيل بتاع النحاس ده بخطه في الجمر وبجيب الوريقات دي بقلي فيها بقلي فيها على حسب الطلب. فانت بتنقلي زي ما انا بقلي في البتاعات دي تنقلي. طيب انت مائي بنعمل شنو؟ بنعمل نفس الطريقة وبنفس الشروط، قد تختلف من ديك لتيس لبتاع البتاع لكن نفس الأسلوب. في النهاية بنعمل وريقات نكتب فيها أسماء ونكتب فيها اسمك واسم أمك، ولا بد من تربط في حجر وتوضع في أماكن الماء الراكدة الراكدة حتى فيها بير متروكة ثانية ولا البحر ذاته، بشرط أن يكون مربوط في حجر عشان الحجر ده يشيل السحر ده ينزل به تحت الموية وما يطلع برا خالص، لأنه لو طلع برا عرضة للناس يقوم يفتحوه واللي يلقوه شنو. فإذا كان فتحوه طلعوا منه الحاجات ده السحر بينفك منك. أنا من خطه في محل عشان السحر ما ينفك في جوه الموية تحت. طيب لقيناك هوائي بنعمل شنو بعدين بتاعت المائي دي؟ دي الطريقة اللي سحروا بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هو مائي عشان كده عملوا له السحر ودخلوا في البير جوا تحت وعصروا بحجر، والقصة مشهورة عندكم. طيب انت هوائي بنعمل شنو؟ بنجيب اسمك وبنكتب اشياء معينة وبنطلب خيوط من آثارك، ثم بنعقد وبننفث ومن شر النفاثات في شنو؟ في العقد. بنعقد وبننفث وبنقول كلام معين وبنعقد 7 عقدة 10 عقدة 20 30 40 على حسب الفكة المدفوعة. خلاصة المسألة ده يخطوين، بنقول لك تقبط لك حمامة ولا والدبرك ولا أي شيء طاير، تمشي تزعى تجيب لنا البتاعة دي، هتمشي تجيب لنا حمامة ولا حمامتين ولا 3 بشكل معين، وجزء منها بنطبحه وجزء منها ما بنطبحه، بنقوم بنربط العقد دي في الطاير ده في حتة معينة صغيرة بنفكه عشان يطير، بعدين انت برضو بتطير زي ما هو طار. ده انت هوائي. طيب انت ترابي بنعمل شنو؟ بنقوم بنعمل نفس الطريقة وتدفن هذه الخزعبلات في المقابر المهجورة، مقابر مهجورة. طبعا القصة الزمان قبل سنة ولا سنتين صاحبها أنا، قصة المرأة أدخلت السحر في خشم الجار الميتة وشالوا الرجال دفنوه في المقابر، وهذه المرأة حجت البيت مرتين ولم ترى الكعبة وطافت بها، قصة مشهورة جدا. وكان المسؤول منها الأول اللي هو الدكتور عبد الحي يوسف. المسألة دي كانت زمان، كان الناس في ناس عارفينها. طيب ديل الأربعة. طيب أنا عشان أعمل ده شنو وليه الضبيحة دي؟ أول حاجة الضبيحة دي بيطلب مني الجن القايم بالشغلانية، طبعا أنتم ما بتعرفوها، بيقول لك كرامة صدقة، أيوة تصدق أعمل لك كرامة، هي ماها كرامة، وإن كانت هي كرامة لكن كرامة ما لله لغير الله، أي الذبح لعالم الجن والشياطين، لأن المواصفات بيطلب الجن، وإنت على حسب وهمك وعلى حسب جهلك بدينك بتقول أن الزول ده طلب كرامة لله ودي صدقة بتتقسم، لا هي ما بتتقسم، وصعيب تتقسم لكن تتقسم بين منو ومنو؟ بين الضعفاء والمساكين؟ لا، بين الشيخ اللي هو أنا وبين الجن. وإنت ما عارف الشغلانية دي. أنا يوم أجي أطبح عندي شروط، يوم أجي أطبح لا بد أن أعضي معدن وأصم شفتين. أول حاجة أعضي حديدة وأصم الشفتين دي، والحديدة تكون بجوة وأصم الشفتين دي وأجي أذبح. ليه؟ عشان في كلام أنا ما أقوله، ولكن يتبقى بخبر عشان ما أقول بسم الله الله أكبر، وده حرام، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، دي واحدة. وبعد ما أنا ضبحت بنفس الطريقة دي، وأي إنسان شليك أي حاجة أضيها بسنونك ثم صم شفتيك، ولا تستطيع أن تقول بسم الله
الله أكبر على الإطلاق. جرب الشغلة دي سيئة ومش تعض لك شيء، لا والله لو كجرت سنونك دي كده بس وصميت خشمك لا تستطيع أن تقول بسم الله الله أكبر، ما بتستطيع. جرب أشوفها ما بتستطيع. يبقى أنا بطبعها بغير اسم الله حرامة. الحرام الثاني فيها وإنت ما جايب له خبر بلق الدم، الدم ده أنا بشيله بشيله بكبه في المحبر، الدوايا المحايا اللي بتشربوها دي بنكبه فيها بنخلطها بيها، ده دم نجس. حتى لو قلت بسم الله الله أكبر هي حلالة، والدم المسفوح ده نجس. يعني أنا بشيل الدم ده بأي حال من الأحوال نجس الدم ده. بنكتب به آيات من القرآن، أول آية تقريبا بنكتبها له بسم الله الرحمن الرحيم، وبعد تلقى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد تلقى الكتابات الموجودة الثانية، أي آية أي صورة بنكتبها، قد أكتبها بزيادة حروف أو بنقصان الحروف عمدا، مش جهل، لا عارف أنا بسوي في شنو، وبكتبها أحيانا بحروف مقطعة ويمكن الحروف أعكسها، أسوي الأول آخر والآخر أول وفي الوسط في النهاية لخبطة. حتى اسم الله ما بنكتبه الله، لازم نكتب الاسم ده نلخبطه، الهاء نسويه في النص ولا سويني في البداية ولا سويني في الحرف الثاني وحولنا الحرف الثاني، المهم ما بتلقاها صحيحة، وأحيانا بتلقى بعض الكلمات صحيحة لكن في لخبطة ثانية. ويا هذه الحجابات موجودة عندنا، تعالوا أي حجاب تختاروه أفتحوه شوفوا الكلام ده صح ولا ما صح، والبخرات وغيرها. طيب بعد ما أنا عملت ده كله بسبح شلت الدم كتبت به الآيات بطريقة اللي أنا بنعرفها أو بالتوجيهات التي أوجه بها، بعد الأثر اللي بطلب منك عشان تنضر، أهم أثر عندنا شعر المحسن، شعر محسنك ده أهم شيء. وكثير من المربوطين مربوطين من شعر محسنهم، ده أهم شعر أهم أثر منك. طيب واحد اثنين نمرة اثنين لشعر المحسن شعر العباط، شعر العباط. نمرة ثلاثة شعر الراس أو الدقن. أربعة الأظافر، أظافرك ديل. خمسة بكل ما في أي شعر من جسدك، بكل ما في دايرين من الأشياء المحتكة بيك، وأهم شيء محتكة بيك أنت أنا نستفيد منه النكسي الصغير الداخلي، الداخلي ده ده أهم شيء عندنا. طيب غيره الفانيلا، غيره العراقي، غيره الجلابية، البنطلون، الكرافتة، البدلة بتاع ده كله مطلوب، ده كله ما لقينا له طريقة بنقول له يا أخي تابع لنا الزول ده محل ما ماشي تابعه في ميتم في فرحة في كراه بتاع في شغل في بتاع تابع مش عدوك أيوة تابع شوفه من بعيد لو جاء في صلاة ولا في غيره طلع نعاله دي فجخ الوطك دي تعال براها كأنك دار تطلع نعالك ولا دار شوكة طعناتك دار تسي ولا دار تصلح نعالك ولا دار في حاجة تلقطة تجدعها خم لنا تراب براها كده دخله في جيبك جيبه لنا منه هاي تابعك برضو دي أسلوب. في النهاية دي كل ما لقينا لك لها طريقة بنعمل نظام أخير برضو أنت ما كنت جاء مننا بس ربنا ما يسلطنا عليك خبرة زي ده قليلة كله صراحة خبرة بطريقة دي قليلة والحمد لله بقت قليلة والله في ناس بنعرفهم لو بيعرفوا الخبرة دي يخلخبطوا الوطن لخبطة ما لخبطة عادية أعوذ بالله من الناس دي ليل. فدي في النهاية بنعمل شنو فشلنا من كل شيء نحتك بيك بنقول له يا أخي تجينا يوم معين بنعرفه في الأسبوع إننا يوم معين ده يوم بتاع سعير معروف من قديم الزمان وحتى بتاع التراب وبتاع موجودة في القرآن أقرأ القرآن ده بتلقاه وقبضت قبضة وقبضت قبضة من أثر شنو فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي ده موجود في القرآن الكلام ده زمان الشغلة دي قديمة ما هي جديدة. طيب خلاصة المسألة بنعمل شنو في يوم من الأيام بتاعت الأسبوع هذا اليوم لا يعود إلا في الشهر الجديد. الأسبوع معروف السبت الأحد الاثنين الثلاثة الأربعة أو الجمعة السبت الأحد الاثنين الثلاثة الأربعة الخميس أيوة إننا يوم عارفينه ده يوم معروف لدينا ما دارين نقوله يا يوم عشان الناس ما تفتش تلقاه فعلى كل عندنا يوم معين تجيني بالليل أول ما الشمس غابت
والدنيا ذات آخر شهر مظلمة، أيوة ظلام، واليوم ده مبعود إلا في الشهر الجديد. يبقى بتجنيب الليل بنعمل محاية في نحاس وحتة ظلماء، وأنا في وضع أظلم، وبينكبوا في شيء أظلم والشيل في ظلام، تدخلوا جوا شيء ما يرأي أي ضوء ولا قمر ولا أي شيء، أي ضوء بفشل. بنقول لك لفوا أصل ما تفتحوا إلا في الموقع. بعد ما لقيت الزول ده دخل بيته بالليل ساعة 10 ساعة 11 ساعة 12 اتأكدت اتربصوه من بعيد لغاية ما شفته دخل بيته، بعد تعال في غشم الباب أكشح الباب فكه طوال ودفق الموية دي في خشم الباب المعروف لديكم يا ناس الخرطوم بالكشحة. يا الله يقول لك عمل لك كشحة ولا ده فجخ له كشحة، دي الكشحة بيعملوها بنظام معين بنعرفه نحن. طيب بعد ده بنسلط عليك عالم الجن والشياطين. بنبدأ من أضعف أنواع الجن، شياطين مثلا بيجوك لقوك أنك أنت شوية عندك شوية صلاح، عندك شوية تحصينات، عندك بتاع، يقول لا 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 الزول ده ما قادرين له ما شايفينه. في بعض من الناس اللي احنا نرسل لهم الجماعة دي بيقولوا والله فتشتوا في السماء والأرض ما لقيته. كيف؟ بيقول لك والله بنسمعه بيتكلم لكن ما بنشوفه، يوم يجي يقرب منه ما يشوفه، بعيد منه عشان ما يقدر يأذيه بيشوف يا هداك الزول المقصود أذاه، يجي قريب له ما بيشوفه. ده بيجون الراجع بيقول لنا والله الزول ده ما قاعد نشوفه، من بعيد بنشوفه، وبنجي قريب بنسمع صوته، وإذا كان سكت ما عارفون نتحرك ولا قاعد ما بنقدر نصيبه. من رسل نوع آخر اسمهم المردة، زينا سماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا، ها شيطان شنو؟ أيوة مارد مردة، بيقوم جايك المردة ديل، ديل أقوى من ديلك شوية، ديل الحتات اللي هم ما بيشوفوا فيها ديل بيشوفوا فيها، بيمشوا قريب باقي لهم 10 أمتار 5 أمتار بيقول لك والله سعرنا بسخانة ما عادية. الزول ده أظن متحصن، ولا الزول ده بيقرأ آيات من القرآن، ولا ديل يشوفوا ده فضل التحصين. انت يوم تجي داير تخش الإدبخان تقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث دي، انت قال الشياطين الموجودين في الإدبخان بشوفوك ما بشوفوك، بيعموا منك. تجي خاشي بشوف الحركة جاي خاشي، لكن يفتشوك فوق وتعد في الإدبخانة ما بشوفوك، وانت قاعد في الإدبخانة شوفوا فضل الذكر ده والله ما بشوفوك. ودي يعني احنا ما عرفناها من السنة، عرفناها من تعاملنا مع عالم الجن والشياطين قبل ما نعرفها في السنة. شوفوا الفضل بتاع، شوفوا الذكر ده عشان يوم تعملوا يعني هتتفادى مشاكل كثيرة جدا جدا. طيب بيجون راجعين التناس المرضى ديل، بيجون راجعين بعد من اختار العفاريت، عفريت ده طبعا أقوى، ومنهم واحدين مسلمين ويهود ونصارى ولا دينين كل منهم فيه، فديل ديل أقوى من ديلك. بقول لك والله يا شيخ أن احنا والله يوم مشينا للزول ده حصل بنشوف ملائكة، وده السؤال اللي كان أنا سألته لواحد منهم، قلت له طيب أنتوا ذاتكم من ملائكة، لأنه فهمون أنه ديل ملائكة اللي بيخدمونا ديل، ذكرت الكلام ده قبل كده، قال لي لا ديل الملائكة العظام، شف الحيل ديل ما هو ما ملك، بقول لك أنا ملك عشان يوهمك عشان ما تعرف أنه الجن وداري يضللك. بقول لك ديل الملائكة العظام، والملائكة العظام ديل عن احنا بنحترمهم وما بنعتدي وما بنخش في مناطقهم، وبعدين هم قاعدين مع الزول ده خليهم يفوتوا بعدك من يمشوا فوتوا بتين، ما بفوتوا بفوتوا بتين عندما انك انت ما تتحصن. ودي الملائكه اللي اسمهم الحافظه للانسان اللي بتحصن وبيذكر الاذكار في اوقاتها المسنونه، ما ذكر اداك له شيخ حامد، لا الذكر اللي اداك له محمد صلى الله عليه وسلم. ايوه دي اسمهم الحافظه مواظب، بقول لك فيهم ملائكه معاهم قاعدين معاه، خلي الملائكه دي يمشوا احنا بنقدر بنصله، يمشي لغايه ما يلقوا غره نسى ولا صحيا ولا النسيان ربنا يحميهم، لكن لو عقلها خلاها من اجل شيء معين، انت شغال لك في شغله معينه اديت الشغله دي اهميه اكثر من الذكر، في الحاله دي هم بيقدروا يوكيك، لكن لو نسيته حتى الصلاه لو نسيتها ربنا رافعها منك، ما يا ربنا يحاسبك بها الا اذا كانت تذكرتها، اي صلاه انت نسيتها في عمرك نسيان وما تذكرتها ربنا بيكتب لك طوالي، لكن اذا كان خليتها عنوه ولا للمشغوليه محاسب بها، لكن متى ما تذكرها صليها.
طيب بارك الله فيك. يبقى دلزاتهم بيجونوا راجعين بعد بنحاول بنرص الشياطين أخرين، لأنه هم ذات يتفق في أثناء التحصين وأثناء الوضوء ده برضه هم بيجيب شغله. في الشيطان زمان كان ما عارفين اسمه ولا عارفين اسمه نسيته أنا هسه، لكن اسمه الولهان. الولهان ده الشيطان بيشغل الإنسان في الصلاة، تيجي تتوضى أول حاجة تيجي ماشي للدخانة تنسى الذكر، تخش للدخانة بتطلع وما جايب خبر، تيجي دار تتوضى دار تقول بسم الله ولا قلت بسم الله الرحمن الرحيم ولا قلت بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر، جبت حاجات مصطلح من عندك ده أنت ما توضيت، قلت بسم الله الرحمن الرحيم أنت ما توضيت، لأن ده ما السنة. السنة تقول بسم الله فقط، شيء ده توقيف ما على كيفك ولا تستحسن في الدين شيء، توقيف. الرسول قال تقول بسم الله ما تبقى فالح من الرسول ولا تبقى أعلم منه ولا أحسن منه ولا لا، قل بسم الله في حد النبي تكون أنت على مأمن من كل شر، لكن تستحسن أي شيء الشيطان طوال بيتدخل. تقول بسم الله الرحمن الرحيم وحد بيقول إنا أنزلناه في الأرض وحد ما عارف شممت ريحة الجنة، اللهم أغسل الدم من شنو ما عارف، اللهم لا تسمع، لخبطة ما أنزل الله بها من سلطان ولا في الدين من شيء. ده ذات من شغل الشياطين اللي كان نحن نرسلهم، شفت كيف بيجي عشان يشغلك ما تقول أي كلام مسنون ولا زيت من عندك ولا تنسى، خلاص برضو بيلقى لك فرصة، ده لقى فرصة، ده ذاته جاء لقاك أنك أنت تمام التمام. بنرسل لك واحد برضو ما كنا عارفين اسمه زمان شنو، لكن الآن بعد السنة عرفنا أنه اسمه خنزب. خنزب ده أنت متوضي ومتحصن وداخل في الجامع ده وما بخليك كده. لاحظ الناس اللي بيصلوا ديل أول ما يقوموا دارين يصلوا تلقى الواحد تثاعب، إذا كان واحد منهم تثاعب، والتثاعب ده بالمناسبة من الشيطان. طيب إذا كان واحد تتعب تلقى اثنين ثلاثة بتساعبوا، ده تدخل خنزب طوالي في اللحظة دي، مجموعة منهم دايرين شاغلوا الناس ديل. وأول ما ودي من الوسائل اللي بيدخل فيها الشيطان في جسد الإنسان، ودائما الشيطان ما يقصد إنسان ولا يدخل فيه إلا بشهيق وامتصاص بتاع أكسجين أكثر من اللازم. الشيطان بيخش في الإنسان عند الخوف، الإنسان الخايف ده بيعمل طوال الشيطان بيخش. الشيطان بيخش في الإنسان عند الغضب، شوف الغضبان ده بتنشك شنو، تلقاه أوداجه قايمة ويزفر كثير شهيق وزفير بتهوى، لاحظوا شوفوا امتصاص للأكسجين بأكثر من اللازم. وكذلك الشيطان يدخل في الإنسان بواسطة التثاؤب، دل من الثلاثة وسائل بيدخل فيها الشيطان جسد الإنسان، برضو التثاؤب يدخل في جسدك، برضو الملاحظ أنه امتصاص بتاع أكسجين أو بتاع أكسجين أكثر من الحاجة الطبيعية. فديل بيجي برضو بشاغلوك وبرضو حيلقوا لك فيك فرصة. أخيرا يوم فشلنا من ديل كل ما رسلناهم جونا راجعين، بعد ده بنكلم مع صاحبك ويزيد لنا الشغلانية، لأنه المسألة استفحلت ولا بد من نلحق حدك وإنت ذاتك. بعدين في شيء ما نتغلط فيه، لأنه يزول إنه فهم في الكلام ده، ما نتغلط فيه، ما في شيء بيلحقك من غير إذن الله، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وعندما نتكلم لك بعد إذن الله، إذا ربنا سبحانه وتعالى ما كاتب لك الشيء ده أساسا، ما بصلت إنسان عنده خبرة بطريقة زي دي عليك أصلا، ربنا يعمينا ولا يجيب عدوك لينا، لأنه في أساسا ما كاتب لك. لكن لو ربنا كاتب عليك بصلت فيك واحد عنده خبرة بنفس الطريقة دي، ربنا في الأزل كاتب لك عشان تلحقك. أي ربنا كاتب لمحمد صلى الله عليه وسلم أن يسحر، سحر محمد صلى الله عليه وسلم، ما فيش فيكم واحد يمس الشعرة في صدر النبي صلى الله عليه وسلم، مع جلالة قدره وتحصينه وذكره لله وتوبته وخشيته لله سبحانه وتعالى. يوم ربنا في الأزل كاتب له جاته، ولكن جاته خفيفة، كان بثلاثة دراهم المفروض يقتل بها محمد صلى الله عليه وسلم، ثلاثة دراهم بس من القروش كان المفروض يقتل محمد صلى الله عليه وسلم، لكن قدر الله ما شاء فعل، جاته خفيفة جدا، وقصة مشهورة عندكم. خلاصة المسألة بزيت لي القروش وبطلب منك شيء آخر، وبطلب منك في النهاية بصلت فيك شيطان أصلك ما عندك منه مفر، متحصن رجل صالح طالح ما عندك منه مفر، اللي هو القرين، قرينك من الجن، قرينك ده ما عندك منه مفر. قرينك قبل شوية الشيخ ذكره البقرصك وبتصرخ يا هدى،
ده قرينك، وأي واحد فينا عنده قرين من الملائكة وقرين من الشيطان إلى أن يموت، ده ما فيش لك منه مفر. بنقدر بنصل للراجل ده اللي هو قرينك، وده تمنه غالي، تمنه غالي بندفعه نحن لعالم الجن والشياطين. زمان كان بنقول تمن غالي بندفعه للملائكة، لكن الآن بقول لك تمن غالي بندفعه لعالم الجن والشياطين. بعد ده بدون الشفرة بتاعت الزعيم المسؤول من ده، من شيطانك ده، ذاك اللي هو بيفرض علينا الفروضات دي، قال سوي لي كده وسوي 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 لي كده، بنسوي له اي شيء على حسب انت ما دفعت لنا. احنا بنسوي، انت دفعت لنا قروشك، لكن يعني احنا التمن اللي بندفعه هو الشرك بالله. ده اهم شيء الناس تفهمه، ما بنلحق حدك الا نشرك بالله سبحانه وتعالى. بعد ده بنتصل به وبورينا كيف نتعامل مع الراجل القرينك ده، وبورينا الكلام اللي نتعامل معه، وهو ذاته بوجهه. بعد ده بنلحق حدك. طيب الاشياء ذكرتها هذه، انتوا قايلين لنا ما بتجينا، شعر المحسن بيجينا، ايوه منك انت بيجينا. وعندنا كان زمان مشغالين الشغله ده، وكنا في خارج السودان، والله جابوا لنا شعر محسن بتاع رئيس، رئيس للبلد اللي كنا فيها، رئيس، والعدو من داخل البيت، من داخل البيت. ما تفتكر العدو اللي بيعمل الشغله دي احيانا من بعيد جايز، صحيح دائما الاعداء بيكونوا من الاخرين، لكن في احيانا في عدو من داخل البيت ومن اقرب الناس اليك، الزوجه، الزوجه احيانا بتكون عدو. والله ذاته قال لنا في الكتاب القران لو قريته بتلقى في ايه بتوضح انه بعض ازواجنا واولادنا في بعض منهم عدو لنا، صح الكلام ده ولا ما صح؟ يبقى ده عدو، عداوته بتكون كيف؟ احيانا هي على حسب بساطتها وعلى حسب جهلها وغيره زايده مفرطه بتخليها تبقى عدوك، لانها دايره مصلحه في راسها هي بس. وخاصه اين في عالم عجيب جدا، عالم ذاته بيزرع في الناس المشاكل، زي المسلسلات بتاعت الازواج بزوجه في السر وبسؤال الناس، الناس بتفتكر انه ده له الناس والله المساله دي خطيره، خطار المسؤولين، البلد ما فيها مسؤولين، مفروض مسلسلات بتاعت الحاجات زي دي يمنعها تماما، ما يدخلها البلد، لان دي بتدرس النسوان كيف الناس كيف الرجال بتتزوج بالسر وانت ما خبره ما عارفه. مسلسل والله تلقى مرتك منفعله، ما هو انفعال عجيب والله، بالمناسبه النسوان دول ضعاف بطريقه ما عاديه، ما تتخيلها بني ادم كده كامل زيك كده، عقله زي عقلك، عقله صغير جدا جدا جدا. واذا كان داير تتاكد من كلامي ده صحيح، امشي السوق اشتري لك شوكولاته واشتري لك حلاوه بتاعت لاطفالك، عندك ثلاثه اربعه خمسه كل واحد بيع له شوكولاته واحده 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 او اثنين 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 اثنين، وتعال خليها هي ذاتها قاعده معاهم، قسم للاولاد اللي ما تديهم، تقول لك انا اسمع انا حريت في الجامع ما بتديني مالك، شوف ضعفها. حاجه جبتها لاطفالك لازم تدي، ودايره ترتاح منك وتسويك، شوف امشي اشتري حاجه لاطفالك واشتري لها نفس الشيء اللي اشتريته لاطفالك بس كويت، قول لها تفضلي، بتمسكوا منك طوالي بكل صراحه، وزي ما بتعمل لشايفك شافعك كدي 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 في خده، تعال للمره السيلة كدي كدي في خده، شوف تعال تضحك وتتكيف، سبحان الله شوفوا الضعف هذي، ها ضعاف ولا ما ضعاف؟ كده جرب اشوفها، والله تضحك لك ضحكه من اخر قلبها ضعاف جدا. المسلسلات دي بتاثر فيها تاثير ما عادي، والله ما عادي والله. تجي انا مره جيت لقيت الوليه بتبكي، ما لقى وليه، قال والله الليله مشيت شاهدت لي مشهد عجيب، خلاص المسكينه ضروها يا اخي، انا ذاتي خفت المسكينه شنو ضروها، قلت لما مشيت الناس فلان قال اي مالهم حصل عليهم شنو؟ الضروها دي من بناتهم؟ قالت لي لا. شنو؟ قال والله انا اللي شاهدت المسلسل. اه؟ وانت هسه بتبكي من مسلسل في بيت جيران؟ قال والله تاثرت تاثير ما عادي، والله دموع سايلات. لا اله الا الله، في قصه قد تكون صحيحه وقد تكون خرافيه، حتى لو صحيحه ولا خرافيه هي اصلا ما صحيحه، لان الصحيح ما ممكن المساله دي تجي بنفس الطريقه والناس بتصوروا بالكاميرا، انت شايف لك زول واقع في حاويه، الشرطه وين والحكومه وين وبتاع، زول ماشي لغايه ما تشوف زول قتلوه، وده بالتصوير ما ممكن، خاصه القصه قد تكون جزء منها صحيح وجزء منها ما صحيح، حتى لو صحيح فات عليها الاوان، شوف تاثير تلقاه بتبكي، تبكي زي ما بتنفعلوا انتوا في الكوره، تغضبوا مش عارف واحد يضرب الثاني وبتاع، هم برضه نفس الطريقه. فضعاف يبقى هي على حسب ضعفها، والمسلسلات الزي دي خربت البيوت، واي امراه بعدين يعني عندنا فروع يوم شغالين الشغل دي، عندنا فروع وفروعنا دي حنحكيها لكم، الودعيه دي فرع لنا، انا بعرف الودع
وبعرف قراءة الكف، وبعرف قراءة الفنجان، وبعرف الرمل، وبعرف فتح الكتاب، وبعرف السبحة، ديل كلهم بعرف، وبعرف التنجيم برضو بنجم، وبعرف الحسابات بتاعت الأرقام الرقم كذا وكذا أطرح منه التسعات والشغلة دي كلها بعرفها، وكلها مصائب بعرفها. بيجونا النساوين البسوما الريحة وغيرها، ما شاد تعال يا وليه، ما عندنا بيننا وبين حاجز مفكي مولانا الشيخ، بيجونا طوالي بخلو بيها، انت شغالة شنو؟ والله أنا شغالة ريحة ودلكة وحاجة بسوم في البيوت. أي تعال بنديكي خير آخر زادت خيرين، ها شنو؟ تعال بعلمك الودع، بعلمك الرمل، بعلمك كذا. شفتي الودع؟ الودع الودع ده كشكشي كده كبيه، الودعات دي لو قعدت كذي معناه الكلام ده كذا وكذا، قعدا كذي كلام ده كذا وكذا، قعدا كذي بدرسها واحد زائد واحد يساوي اثنين، بدرسها له تمام. شفتي ده خير مع خيري كالشاي لده. أمشي للسومي لو لقيت ناس ناس مكان خدت لنا الودع دي، تجي شايل الدلكة وشايل الريحة وبتاعها، بقى أنا وإنت والآخر الصباح قمنا من البيت ماشينا الشغل، خلينا النساوين قعدات ربات البيوت، خلينا قعدات في البيت. بعد شوية إن جاءت فلانة جارت فلانة وصديقات فلانة وجيران الزمان ديلك، خلاصة المسألة قال عليكم نشرب الجبنة مع فلانة، قلنا نشرب الشاي القهوة علينا مع فلانة، شالت دبن وديك شالت سكر وديك شالت ماش عارف، ومشى للبيت المنشود. فبعد ما مشى هناك لما ثلاثة أربعة خمسة صياح وضحك وكذب، يجيبنا المودر واك 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 واك، مش عارف فلانة طلقوها وفلانة عريسة جاءوا وفلانة مش عارف خطبوها، والجوطة دي بتاعت الحاجات دي ماشي. سمعت الحركة جوا الباب ما بتدقه طوالي، بتخش خاشة مرة وده النسوان ما فيش معنى، تيجي تخش بيتك طوالي، جات لقيتهم بيشربوا من القهوة، يا أخوانا أنا عندي الدلكة وعندي كذا وعندي الدلكة، هاي جيب لي دلكة تلقي سمها دي شمتها وديك مش عارف وبتاع. بعد شوية أدوها فنجال، إذا كان من قارعة الفنجال أول ما أدوها الفنجال شربته وكفته، شافت الفنجال قرته، أنت بتعرف الفنجال؟ أيوة نعم. ولا بتاعت الودع بعد ما طلعت لنا الريحة قامت وبتاع سوت الكشك وكشكشته، قالت الليلة دي سوقي والله سمح الليلة دي من القليل نسوان ببيع مني، أنت بتعرف الودع؟ أيوة بعرف الودع. طيب ما تخطي لي؟ طيب جيب أصبعك خطي في الوطة، خطت أصبعها في الوطة، كشكشتها كشكشتها، كبت ليها الودع في الأرض، قالت ليها لمرتك؟ قالت ليها الترابة في خشمك. أها في شنو يا مرة؟ والله شفت الودعاية دي؟ قالت راجلك ده متزوج في السر سجم خشمي، متزوج في السر والله الودع كده، اجي دبلي دبلي لي تاني. دبلت ليها أكدت ليها أن الراجل ده عنده واحدة في السر، ولا صديقته ولا متزوجة في السر، وهي متابعة المسلسلات اللي كانت بتبكي فيها. أي امرأة خاصة في زمننا ده يقول لها زوجك متزوج في السر أو داير يتزوج فيك، درجة التصديق فيها مع المسلسلات والمشاهد اللي بيشوفها بيصل 90% تصديق، ودي الفيها خير عندك دم رياصة فايد دي 100%. ودي بتصف لها مواصفات أحيانا بتقول لها زوجك ده والله خط عينه في واحدة، كيف؟ الشيطان ما بيدخل طوالي، ده بتكهن وده مفرع من فروع السحر. طيب الشيطان ما بيدخل طوالي، الشيطان هيردف ودعات معينة بينفسر لها عن الودعات، إذا كان كذا الراجل ده خط عينه في واحدة بتتردد في البيت، بنفهمها كذا، يا أخي الودعة دي قالت والله في مرة بتتردد عليكم في بيت في البيت بيت شكلها كده 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 كده، الشيطان يدخل طوالي شكلها كده 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 كده، ترسم لها شخصية فعلا أنه الشخصية دي بتيجي تدخل في البيت، بت الجيران سابقا، بت العم، بت الخال، بت كذا بت كذا، بتيجي بتردد في البيت. أيوة تاني كشكشته كبته لها، الشيطان تدخل طوالي رسمت لها الشكل ذاته، طويلة قصيرة ماكنة ضعيفة حمراء سوداء شعيراتها بتاع، الوصف انطبق بنفس الطريق بنفس الصورة اللي كانت بتيجي بتتردد عندكم في البيت، بتعمك بتخالك بتكذا بتكذا. وبعد أكدت لها أنها شنو الراجل ده عينه طائرة خدت باله في المرة دي، عشان كده المرة دي عندهم سير بيناتهم تيجي تتردد في البيت ده، ده لا حول ولا قوة، يغلي مرتك غليان. بعد شفت المرة دي في النخلة دي أول حاجة بتيجي تلقى قدومة ضراعين
شفت كيف صار راوليك ومن هناك جاي وانت تعبان تلقاه هي تعبانة اكتر منك. انت ذاتك بتحتاج المرض مزهجة شنو؟ لا مزهجة فيه معنى رسلنا لها واحد من فروعنا جات ووريت الكلام ده كله وانت ما جايب خبر. ودي قبل ما انك انت تجي وتلقى قدومه مترين بتأكد لها شي واحد يا اخي انت داري احل لك القضية دي. ايوة نعم انا عندي شيخ انكارب والله شيخ بيعلم الغيب بيجيب المودرة شيخ بيسي كده شيخ بيسي كده شيخ بيسي كده شيخ موجود في البلد الفلانية ما بوريك اسمه لكن كن دايره انا بوديك له وشوف الشيخ ده قلت لك كلامي ده ولا لا دي نهي تلميذتي وانا وجهتها تلقى ناس المكان لقت مرتك دهابة كثير قالت لها الكلام ده لقت هيئتها لقت البيت هيئته تمام قالت لها الكلام ده وأكدت لها 100% أن الكلام ده صحيح بقى بتواعدا اليوم الفلاني أنا بجيكي ووديكي للشيخ ده ما سمعت بالشيخ الفلاني سمعنا به بنوديكي لشوف الشيخ ده يقول لك شنو دي الناس الواصلين دي الناس الله والله دي الأولياء الصالحين لا خوفا عليهم ولا هم يحزنون دي بيعرفوا في بطنك في شنو والله يريحك من الشغلانه دي اكد لك كن اكد لك بعد تحلي رقبتك ما اكد لك خليني انا اكون كضابه بعد ما مكنتها تمام ووعدتها وعدت مرتك فبعد ما وعدتها وطلعت منا اتوعدوا ليوم معين وانت ما جايب خبر كويس لقيتها بس هي زعلانه ومزعله ما عارفه ولكن وروها الحل ما اتصل معك حدا يعني تلقى زعلانه وبعد شويه يمكن تبقى لك كويسه لكن هي مليانة فل لكن مسكت رأس الخيط بتاع الحل دايرة تتأكد أن الكلام ده صح ولا ما صح. بعد ما دي جات وأخبرته ومرقت جاتني طوالي الشيخ شنو الليلة سوقي كويس قال الله سوقي كويس الله الليلة لقيت واحدين عجيبين كله كله بيتهم زي المراية وكذا وكذا حكت لي الحالة بتاعت البيت حالة مرتك وحالتك الانت كل حاجة وذهبهم لهنا إن شاء الله بس أكدت لها الودي أيوة أكدت لها شنو قال أكدت لها واحد زائد واحد يساوي اثنين أكدت لها الكلام ده أيوة ليه بتخط لي الودي عادي فيه لا دي قالت كذي أنت قلت لها كذي يا زول خير ما فيش عوية بتجيبها علينا أيوة بتجيبها لك طيب حقك محفوظ حقي محفوظ الشيخ أيوة طيب اليوم الفلاني أنا جايينك جاء ومرتك كمان زمان كان الكلام ده ما في لكن الكلام ده لقيناه في القرطوم هنا كمان النسوان عمل لهم شغلة جديدة قالوا في حنة اسمها حنة الشيخ مرتك اتحننت تمام وسوت دي تقايله ليك انت لينا نحن المهم اتحننت حنه الشيخ واليوم الموعود انت طلعت بهنا ومرتك جات المجرمه ديك طلعتها من البيت وساقتها لغايه ما جابتها لنا دي المراه اول ما جات الشيخ جبت لك المراه بطريقه كده ذكيه شويه تعالي امشي للشيخ وهي طلعت طوال وخلتني انا براي معاها جوا الحجره والباب مقفول بتفتكر بنذكر في الله ان الذكر الجماعي ما عندنا شغل عجيبة وأنا لاقي خبرة بعد ده أنا برضو جيت عملت عمالي بعرفة كويس وقلت لها أسمع أنا أجدت في الخيرة وعرفتها أن زوجك ده على حسب كلام دي الدجالة بتاعتي أن زوجي ده مزوج في السر ومزوج في الحتة أنا إحنا عارفينها الشركة غريب بتاع عارفينها المهم كل مسألة بتاع شنو تمويه عشان هي ما تمش تبحث عن حتة معينة في الخلاصة المسألة بنجرها بطريقة ملتوية عشان ناخذ منها قروش ونعمل لها عشاء بتاع الطب نطب لها زوجها ده ونخلصها من الشيء اللي هي وقعت فيه. انا بنصل باختصار شديد انا بنصل معها لحل بعد ما اكدت لها الكلام ده كله صحيح وصفت لها المراه وصفت لها انا متزوج وصفت لها شكل راجلها ذاته وصفت لها وبل بقول لها انت اسمك فلانه الفلانيه متزوجه سنه كذا وكذا وكذا كذا وابوك فلان الفلان الفلاني وانت في الاسبوع بيجيك وجع راس كذا وانت مع الدوره بتجيك علم مغص وانت كذا. لا اله الا الله محمد رسول والله بيعلم الغيب يضع سره في اطراف خلقه والله دعوه لصالح امنت به التب بقول لها الكلام كله حقيقي لان عارف يوم نجي لموضوع علم الغيب بنوريكم الكلام بيتم كيف بنوري اشياء كلها حقيقيه 100% واسمها ذاته انا وريته باسمك كده وزوجت كده قريبك ولا بتاع اكدت لها الشغله دي. خلاصه المساله بتدور انه اطبك انت مزيج في السر ايوه نعم ايوه اقرب شيء ودي الكويسه بتقول لك اربط من الراي من المره دي ما يبقى فيها فعل ويت كيف قال انا يبقى فوقي فعل لكن في واحد بتقول لي انا ذاتي ماني دايراه ما دام عمري ده كله قضيته معاه والله المثل اللي بيقول الامن الرجال تب الهوى في الغربال الكلام ده صحيح الراجل ده عمري كله قضيته معاه عليك الله الرجال ده ما هم خاينين في النهايه يفكر يمشي يتزوج في السر وانا ما عندي خبر الا الله محمد رسول الله والله يقصبر اليه والله شفتي يفتش ما يلقى هاي دار يفتش ما يلقى ايوه نعم
والله شفتي ما يبقى فيها فعل كله أربط ليكي وينتهي الموضوع وخلاص. انت قنعت منه والله انا ذاتي قنعانه ماني دايره ولدت منه وكفاني وعجزت ولا عمري ذاته يا زول ماني دايره اربط ما يبقى فعل كله يفتش فلان ده ما يلقاه. طيب شوفي اسمه منه اسمه فلان الفلان لا جيبي لنا اسم امه امك اها زوجتك بتعرف اسم امك بتعرفها لو ميته بتعرف اسمها ام فلانه ام امنه خديجه بتاع ايوه اسمه فلان بعد عملت الشغل وعرفتك انك انت ترابي ولا غيره قلت لها اذا كان داري اقرب لك الراجل ده تمام ما يفرط والبسك له زي خاتمي ده شوفي تجيب له منه شعر العانه شعر المحسن بتعرفي اجي الشيخ ده نجيبه كيف لا بتجيبه انتم المساله دي بتهمك اي انت الراجل اللي بتحسن هو براه ولا بتحسني انت والله يا اخي الراجل اللي مش براه بيتحسن. طيب يا اخي الموضوع ذاك فيه ولا اتحسن الموضوع مش قايم صغار كده ايوه نعم تعالي في اليوم اللي انت مستعده منه اعمل الاتي مرتك والله قلنا لا جيب لنا شعر العانه وعندها هوى في الكلام ده وعندها وهم زي ده بتجيبه لنا ولا ما بتجيبه والله بتجيبه اول حاجه والله مع الملابطه عندك دي تمسك منك كت معطى منك تشيل تجيبها لنا شفتها جزها منك وانت ما جايب خبر مع الملابطه عندك دي كثير من الواحد بتاع الرئيس ده والله في المساله بتاعت العمليه ذات وكان طوال جزته منه شالته جابته لنا ده شنو قالت بتصرخ ولا بتاع ولا المعنى حيله ذكاء وانت ما جايب خبر ولا انت كمان من النوع المدلع ذاك اللي بتجي وبترخي وبتاع وامشي جيب الموس وانت بس شعر عباطك ده يا اخي شايفه الله يعافيهم خلاص ما ترقد جنبي يا اخي قال الله خلينا نمشي نجيب الموس انت خلاص الرخيت واسترخيت انك بيحسنوك رفعت عباطك وهي قاعده تكوريت لك في البتاع يا هي داري انت قايله ده بتحسنوا لك لا عشان يجيبوا لنا نحن اعمل حسابك ما تعال يبقى ولا انت ذاتك كمان من النوع الثاني جيت سخنوا لك مويه ساخنه ودافيه مش عارف غسلوا لك المره دي الليله الحاصل عليها شنو سبحان الله انا جيت تعبان جات غسلت البتاع هي عندها هدف معين خلاصه المساله شافت الاظافر كده قالت لي يا اخي اسمع اظافرك ده والله بيقن خشهم خلاص خلينا جيب الموس عندكم ضفاره اي في ضفاره جات كرط كرط قرضت لك شالت لمته انت قايله ماشي تدفيهم لا شالت وجابت المساله سهله عندنا تماما بالجيم ده كله خلو شال النكس الداخلي نكسك الداخلي بتغسله منه قاعد تغسله انت اخينا تغسل انت يمكن نكسك هدومك ده بتغسله المراه مش كده النكسك الداخلي اللي بتغسله لو خافت من الشرور الثانيات دي عشان هي ما تعرف نكسيك الداخلي بتجيبه لنا ولا ما بتجيبه والله انت قايل غسله وخدته في الحمام ولا شربه هناك ولا وين شالوا جابوا لي شيخ حامد والله شالوا كله دخلوا في كيس جابوا وتم معانا اسبوع ولا اسبوعين بعدك طلعنا الخيوط منه ولا طلعنا الحاجات الدارينا عشان نعمل لك سحر بنفس الاسلوب اللي قلنا لك ده دي الطريقه بتاعت اي انسان مسحور سحروه ايا كان هو سحر ده نوع شنو شل يعني قدبوه عينك مرضوك جنيت نعرف تسببك شنو اي سحر لازم يدخل في الاشادي لازم عمل واحده من ديل لو ما عمل واحده من ديل اصله ما بتنسحر على الاطلاق ما بتنسحر بخبره اسال مجرب ولا تسال طبيب بعد ما نعمل الاشادي بتم سحرك وبعدين بتنفس الامر المطلوب شلل تنشل تماما مش يودوك انجلترا يودوك رب العالم الان امريكا الوهم في الناس يودوك امريكا ويدخلوك مصانعهم والله ما يلقوا لك مرض واحد الاتهم دي كلها ما تثبت عندك مرض واحد فحوصات سليم 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 وتجي انت بالعين المجرده مريض تعبان هل كان شفت كيف الشيطان عنده الخبره وعنده المقدره الآلة ما تثبت فيك أي مرض يتحل بينك وبين يحل بينه الآلة وبين المرض الفحص ده يطلع أنك الدم كويس البزاق كويس العظام كويس اللحم كويس الأنسجة كويس أي شيء الشرايين بتاع 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 يقول لك يا أخي والله أنت سليم يا أخي أنا عيان يا أخي بقول لك أنا الدكتور أنا ذات مقتنع أنت عيان لكن يا أخي الفحوصات ما أثبتت لي شيء أنا عامل شنو أقدر أديك دواء غلط ما ممكن نصيحة يقول لك يا أخي أنت سليم والله يا اخي مغص في شنو؟ منظار دخلوا فيك المصارين بتاعتهم دي جوا مصارينك ويطلعوك نظيف وانت عيان. ده شنو؟
يا هذه الأسباب بتاعه والشيطان من المقدرة بتاعته والجنون من المقدرة بتاعتهم أعلم من الإنس في الحاجات الزي دي. ما يثبت لك أي مرض تجي تموت بمرضك، لأن المرض بتاع سحر وبتاع حسد وبتاع مشاكل بتاع فقرة زي ما بقولوا. وديل الفقرة اللي بيقولوا أنهم ناس الله اللي بيسوي الشغل دي، ديل ناس الله فقرة، أي فقير معنا زول الله ناس الله، ديل مولانا فلان وفكي فلان والشيخ فلان وأبوله فلان والخليفة فلان، ديل بيسوي الشغل دي. ما هو الترزي فلان ولا السواق فلان ولا العسكري فلان ولا التاجر الفلان، يبقى ديل فعلا هما صحيح أنهم ديل ناس الله ولا ديل أعداء الله؟ ديل أعداء الله، والله الذي لا إله إلا ديل أعداء الله، والناس موهومين في ديل ذاته، ديل ناس الله. إنا لله وإنا إليه راجعون. وذك ذا قليل مما نعرفه في السحر، أشياء أخرى اللسان ذاته بيتعفف ما بقوله، يعني شغلة خبيثة بطريقة ما عادية. وكمان بالدين، المشكلة الواجعة الواحد بالدين، كل سحر يتدخل فيه الدين، يجيبوا الدين يكتبوه هنا ويسووه هنا عشان يوهم الآخرين أنه بالدين ده أنت ممكن تعمل أي شيء. وكمان أنه في مصطلحات القرآن يهدم الجبال ويكسر الجبال وبتاع 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 ويفعل الأفعال الخبيثة دي باسم الدين، والدين بريء منها كل البراء، والله إنهما الدين، والله عالم الشياطين والجنون بتعاونوا مع شياطين الإنس وبيفعلوا هذه الأفعال، والدين منها بريء تمام تمام تمام، والله إنه السحر، والله إنه تعامل مع عالم الجنون والشياطين، وليس الدين بيعمل حاجة. الزوجة المربوطة زوج بسنة الله ورسوله، الله حلل الزواج، حلل الزواج، تتزوج بسنة الله ورسوله، مسألة سليمة جدا، وحللت أربعة. يجي المرأة دي هي واحدة عشان أتزوج واحدة تانية، تمشي تربطك، تمشي تربطك، وتربطك بشنو؟ تربطك بواحد شيخ، واحد فقي فقراء، دي الناس دين؟ ده ما زواج صح. طيب ليه الدين بيفعل ده؟ الدين ما بيفعل ده، الدين ده ذاته المكتوب فيه ده، تعال أكتب مداد طاهرة وأكتب الآيات كاملة ونظيفة وخليه يربط الإنسان ده، ما بيربطه ولا بياخذ خبره، عادي يكون فعل في زوجته الجديده دي. لكن الدين تقوم تلخبط باشياء ما انزل الله بها من سلطان تنسب للدين، ويحصل الربط ويحصل كل البلاوي بتاعت الناس. فان شاء الله نقف الى هذا الحد ما نطيل للناس، وان شاء الله المحاضره الجايه مهمه جدا عشان نخش في عالم غريب جدا جدا بيفعلوا افعال خارقه للعاده، والناس في الغاز لازم تعرف الحل بتاعه عشان ما توقعوا في الوهم بتاع الناس. وما أكثرهم الآن اللي عندنا هناك في الحاج يوسف أو بالضبط في مدوم نساء، كان كنا زمان رجال لكن الآن هنا النساء، النساء هناك، في نساء عندنا هناك في مدوم، أنا ما ساكن مدوم لكن كان عملت محاضرة في مدوم بتاع النساء، والله ذكروا أنه في مرة في اسمه قال دي بتتكلم مع الله، عديل كده بكل صراحة، عديل كده دي نبية شنو مش عارف، قالت أنا بتتكلم مع الله، بتجي خاشلة بتسلب عليك وبتوريك اسمك وبتوريك الغرض الجاي له، ومكوعة وبتشرب في شنو؟ في الشيشة، مكوعة وبتشرب في الشيشة، وقال بتتكلم مع الله، ومقتنعين الناس الرجال. واحد ملص نعلينه هناك ويجي هابي تعد ويدنقر تعد ويجي عشان يحكي لها، أول ما تجي وتدنقر وتنزل يا ريت لراجل لمرة كمان، بعد تجي وتوريك اسمك وتقضي لك حاجتك وتوريك محل ضيعت وين وتوصف لك وبتمشي تلقى 100%. ده الشيء وهم الناس وضلل الناس تماما، الآن موجودة. فالمسألة دي خطيرة، اللي هو ما يسمى عند الناس بعلم الغيب. احنا إن شاء الله الأسبوع الجاي لو في العمر بقية نجي نعرف كيف المعلومة الصحيحة، مش الكذب، المعلومة الصحيحة اللي بتكلم بها هذا الشيطان، من أين له هذه المعلومة الصحيحة؟ من أين له هذه المعلومة الصحيحة اللي تكلم بها وهي حقيقية؟ جابها من وين؟ عرف كيف؟ ما هي الشغلة اللي بيستغلها عشان يعلمها؟ الأسبوع الجاي إن شاء الله. نسأل الله للجميع الهداية بإذن الله تعالى. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما ينفعنا وعملا يرفعنا، استر عوراتنا، آمن روعاتنا، فرج كروبنا، اغفر ذنوبنا، تولى أمرنا، احسن خلاصنا، فك أسرنا، ارحم ضعفنا، عجز الطبيب فداونا، ظهر الفساد فنجنا، قلت حيلتنا فتولنا. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده معصوما، ولا تدع فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما، أوردنا حوض نبينا،
أشملنا بشفاعة حبيبنا، اسقنا من حوضه شربة لا نظمع بعدها أبدا. آمين آمين آمين. السلام عليكم ورحمة الله.